جدع يا جدع يا جدع. طيب ايه ده؟ ايه ده؟ دي خمرة يا بنت، خمرة. انا سكري وبتاع كوباية. بتبيع كوبايات؟ الله، حتى احسن من شغل البازار العجيب بتاعك ده. انا اسمع كوبايات، بقول لك خمرة، دي خمرة. بقول لك ايه، انت حطيتي فيها ايه البتاعة دي؟ انا خروب وحطه لك بايديا دول يا حبيبي. امال ليه حاسس انها ابتديت اسكر يا نهار اسود؟ انا دي خمرة يا بنت، انا سكري ودي خمرة، عايز حاجة؟ تشرب خمرة يا هاني. ايه ابتديت تكرهيني يا حبيبي؟ لازم الست تقف جنب حبيبها في كل المواقف، ويعني في الصح بقى في الغلط ما يفرقش. بص انا هقف جنبك واخدمك بعناية، مش هسيبك ابدا ابدا. تحب اجيب لك تايك؟ اوكي. لا انت مش فاهماني، انا صايع يعني، انا بقى بتاع رقصات وبتاع موالد، وبمشي قاعد اشرج جيوب الناس واخد محافظهم واخد فلوسهم. لا موالد، يعني عندك نزاعات فنيه. انا كمان بحب الفولكلور. فولكلور ايه اللي انت عارفاه فولكلور؟ اللي انا بعمله بقى مش فولكلور، ده انا يعني خش يا مولد. نرمين. يا حبيبي ازيك؟ ازيك نرمين؟ انا عايز اعترف لك بحاجه. اعترف لي. انا عيل طول عمري بحب البراء. لا يعني انا عيل بحب البس اللبس بتاع العيال كده، هو يعني من الاخر انا متصابي. حبيبي انا عارفه ان تحت اللبس ده في راجل جد جدا جدا جدا. ايوه يعني بس عارفه انا بحب اقعد على الناصيه واقعد اعاكس البنات بتوع ثانوي كده، هم معديين. ده عشان انت احساسك بالجمال حلو فانت بريء. طيب عارفه انا بلعب جيمز. ايه المشكله؟ بتحب المنافسه الشريفه؟ يا نهار اسود. طب بصي من الاخر انا بقعد العب في مراخيل. انت الفراغ اللي عندك انا بقى هعمله لك. طيب انا بحط جل في شعري. بس ده شعرك قصير قوي. هطول شعري جدا واحط فيه جل، ولعلمك بقى انا مثل الاعلى سعد الصغير. عشان انت قلبك كبير. طيب انا ماشي انا ماشي انا ماشي. رايح فين بس يا هاني؟ رايح عندي تدريب رقص، ما انا ما اقدرش اعيش من غير رقص، لان الرقص عارفه هقول لي دوله بقى. اسمعني بقى يا عم بقى. عايز ايه؟ اخلص. بص بقى في الفكره دي انا دوله، احنا من الاخر كده هون يعني نجيب اتنين رجاله يضربوك. انت عايزنا اتضرب وساكت من الصبح عشان تقول لي اتضرب؟ اضرب استهبل يالا. يا دوله لا، ده كده وكده يا عم، وانا اعملها معاك يعني؟ يضربوني ازاي يعني؟ طيب ممكن تبقى فكره والله، هتلاقيهم فين العيال دي؟ ما تقلقش يا دوله، ده انا بالرماميز. بص انا تكتكت وعملت كل حاجه وبعت اوصي على اتنين ايه رجاله ياكلوا الزلط. حلو، يبقى بعد ما يخلصوا اكل زلط هاتهم لي على هنا على طول. ماشي ماشي يا دوله. بقول لك ايه بقى يا معلم، ايدك بقى على 100 جنيه علشان اوصي عليهم، ده رجاله يعني. هياخدوا 100 جنيه؟ ماشي بس على شرط. اؤمر يا دوله. انا اللي اضربهم الاول. ماشي يا دوله، بس كده دول رجالتنا يعني. طيب اجري انا بقى الحق ابلغهم في البيت عشان يستعدوا، اقول لهم على الخطه الجديده دي. اول مره تفكر صح يالا. اوعى اوعى. مع السلامه يا دوله. وعليكم السلام، اتفضلوا رجاله. احنا استنينا لما الاستاذ عادل خرج وقلنا نجيلك بقى احنا على طول. مية مية. وانت هتقفشنا كام بقى في المصلحة دي ان شاء الله؟ ان شاء الله كل واحد 5 جنيه. 5 جنيه؟ اسمة العدل، انا واخد 100 جنيه. اذا كان كده بقى ماشي. خلاص اتفقنا؟ ربنا معاك. ربنا معاك. اهلا اهلا، وحشتني. وانتي وحشتيني قوي صراحه يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
كنت عايز اقولك على حاجة. يعني انت كنت بتقولي اني انا عاجبك على اساس ان انا راجل وليا عضلات وكده، مش كده؟ عضلات هي خست شويه بس لسه قويه. يعني حاسه ان انا قوي جدا واقدر اغلب اي حد او كده؟ طبعا يا حبيبي، انا عارفاك كويس جدا. عارفاني كويس جدا. ايه ده الجرس بيضرب؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين اللي جاي لنا؟ يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ الله يبارك عليك يا ده رمزي، جايب رجاله تاكل الزلط بالعربيه بتاعتها. هو انت اللي بتوصلوا الضريبه للمنازل؟ الشغل مستنيكوا جوه يا رجاله. ايه بيت المجانين ده؟ هشوف عايزين ايه دول. ايوه خير تحت امركم. عربيه حضرتك زنقت على عربيتنا وعايزين نخرجها. طيب ما تخرجوهاش، وانا مالي عنكم ما خرجتوها. عايزين حاجة تاني؟ يا عم احنا ورانا تدريب حديد وتأخرنا. انتوا لسه بتتدربوا؟ ايه؟ هتفضلوا تتدربوا لامتى؟ في السن ده وبتتدربوا، امال هتلعبوا امتى؟ تلعبوا امتى؟ ايه ده ما انتوش تلعبوا؟ كمان بتضرب؟ اتفقنا الله يضرب الأول. لسه شفت ده؟ فريد شوقي، ايه ده محمود المليجي؟ سيبوا حبيبي يا متوحشين، سيبوه بقى، كفايه ضرب. عادل ابني ده ممثل هايل، مقنع جدا. حتى الضرب عامل حسابه يا على تخطيطاتك يا عادل. ياي ما حصلش ولا فريد شوقي. خلاص بقى، فريد شوقي، فريد شوقي ده محمود المليجي اللي كان بالضرب. اسعاف ايه؟ انا ما بتجيش الا بالضرب. يلا كده. طيب انا بقى هتصل بالبوليس واوريكم. عادل ما تقوم يا عادل، ما هي مش شايفاك اهي، قوم بقى يا عم. ما تعيش في الدور وتصدق نفسك بقى. ايه ما بتردش ليه؟ عادل باين عليه متقمص بجد وفاكر نفسه مضروب بجد. يا عادل حبيبي البوليس مشغول مش بيرد عليا. شيلي يا ماما، شيلي معايا. شيلوني دخلوني يا ماما. شيلي يا بنتي. شفتيني وانا بتضرب؟ شفتك. كرهتيني؟ بالعكس، ده انا حبيتك جدا. شفت قد ايه انت شجاع، دخلت بينهم مع ان اجدادك مرتين الرجاله دول ضخمين جدا. حبيبي مصاريف العلاج كلها عليا. هاتيهم بقى، هاتوهم يكملوا عليا، هاتوهم يكملوا عليا ويموتوني ونخلص بقى. يا حبيبي ده انت عندك جروح فظيعة. بالراحة على نفسك، لا يطق لك عين. ظهري عيني رجلي اتكسرت ولا ايه؟ دي ده ايه؟ رجلي؟ لا الا على رجلك. دي تعويره. عوروني. لا ده شعر في رجليك. طب عادي يعني؟ لا مش عايز، انا بعرف جدا من الشعر. بتكرهي الشعر بتاع رجلين؟ لعلمك بقى انا عندي شعر كمان في ايديا. وعندي شعر في صدري. واقولك كمان عندي شعر دقني ده بيطول جامد جدا، بس انا بحلقه كل يوم الصبح. مش قادره اصدق. لا مش قادره. وعندي شعر ده بقى بيبقى يعني. انت خلاص كرهتيني كده ولا ايه؟ انا كرهتك وكرهت حياتي كلها. كده اقدر اموت وانا مستريح. السلام عليكم. خدني من هنا، انا مش عايزه اقعد في البيت ده ولا ثانيه واحده. يلا الحمد لله. دولا السلام عليكم. دولا انا الاثنين اللي انا كنت متفق معاهم علشان يجوا يضربوك ساو في النداله بقى، وطلبوا 5 جنيه زياده، فانا بقى فركشت الموضوع. لا انت مين؟ انا والله العظيم ما كلمتها حضرتك. انا الاستاذ رمز الجمال، مروض تماثيل. انت نسخه من خطيبها الاولاني. انا مسخه؟ انت نسخه، وانا اتفاقي هيكون معاك انت شخصيا.